طلابي الأعزاء، مفيش حاجة اسمها شرح بس، لازم التطبيق، والتطبيق ده لازم يكون رقم واحد عندنا. هنشتغل على التطبيق، أولا هنشتغل شغل سوا مع بعضينا، وبعد كده هنبتدي يونت بيونت وهنبتدي امتحانات وشغل كتير. ركز معايا في اللي جاي، ربنا يعينك معايا. السؤال الأول معانا على الاستراكشر اللي احنا لسه شغالين بيه اللي هو الجرامر بتاعنا. Choose the correct answer from A, B, C or D. I waited impatiently. لقد انتظرت بلا صبر. While my father on. While my father. طبعا الجملة دي واضح انها هتبقى باسف. هلا was operating on هو اللي بيجري العملية، دي معناها ان هو الطبيب، ولا was being operated يجرى عليه العملية، ولا is being operated، ولا will be operated. هنبص للجملة I waited. Waited دي زمانها ماضي، فأوكي على طول is being هتبقى out. Will be operated مستقبل مستحيل. فاضل عندي اتنين، was operating was being operated. لو خدنا was operating يبقى هو اللي بيجري العملية، ما ينفعش طبعا، لكن الباسف بتاعنا was being operated وهي ديت الإجابة. وده بيسموها صيغة المجهول في الماضي المستمر اللي بنبدأ فيها بالأوبجكت، وبعد كده الأوبجكت ده بياخد was or were plus being plus PP. واضح جدا ان احنا هنشتغل على زمن الماضي المستمر والماضي البسيط والمضارع التام. الاستراكشر يا جماعه بتاع يونت 1. السؤال الثاني نمبر 2. My friend a health problem since he lived in that highly polluted area. يا نهار ابيض، في عندنا هنا اداه اسمها since. خلاص المفتاح جه. أدامة since يبقى عندي مضارع تام مع ماضي بسيط. طب هو في ماضي بسيط؟ قول له ايوه، الماضي البسيط عندك lived. lived، وبالتالي هناخد مضارع تام. يا ترى had ولا has been ولا had ولا has had. اول حاجه had ده ماضي تام مستحيل، وكذلك كلمه had ماضي بسيط مستحيل. احنا عايزين هنا مضارع تام. عايز اقول انا صاحبي كان عنده مشكله صحيه، كان عنده يعني كان يملك. هل اقول كان بيكون ولا كان يملك؟ واضح الرؤيه عندي ان has been برضه ما تنفعش. اذا فالاجابه has had، وده معناها كان لديه وما زال، يبقى فعنده الاثر موجود. واحنا عارفين ان المضارع التام بيدل على حدث بدا في الماضي وانتهى ولكن اثره موجود. السؤال الثالث I spaced dinner when عادل arrived so I warmly asked him to share my meal. عادل انا كنت بعمل حاجه كده لما عادل وصل. arrived ماضي بسيط. so I warmly asked him، وبذلك بهدوء شديد طلبت منه ان يشاركني في الوجبه. ده معناها ان انا شغال عمال باكل، وبالتالي انا بطلب منه ان هو يشاركني. ايه الحدث اللي بيدل على شيء مستمر وتم قطعه بحدث اخر؟ لسه قايلينها من شويه اللي هو الماضي المستمر لما بيكون في حدثان، حدث مستمر وتم قطعه بحدث اخر. فيبقى المثال عندي had اوكي بره، دي اوت خالص. I'm having مضارع مستمر ما تنفعش معايا خالص. طب had ده ماضي تام وده مستحيل يركب معانا هنا في الجمله اللي زي دي، فما عادش عندي غير كلمه was having. طب في معلومه صغيره نخلي بالنا منها. كلمه was having ديت المفروض انها ما تجيش، لان الفعل have ده فعل بمعنى يتملك، وافعال التملك والاحساس والمشاعر والافعال التقريريه كل دي افعال ما بتجيش في المضارع المستمر ولا الماضي المستمر ولا اي مستمر. ازاي تقول لي was having الا اذا تغير معنى؟ هنا هاف مش معناها يملك، هنا معناها يتناول، يعني ايتنج بتساوي هنا واز ايتنج، وبالتالي الفعل هاف وصل معايا صح. ها نمبر 4 سوري فور بينج ليت. انا اسف ان انا اتاخرت يا استاذ. بليز ليت مي ان. انا اسف ان انا اتاخرت، ارجوك خليني ادخل. اي ستاك ان افري داي افري فيري باد ترافيك. انا كنت متعلق في مرور صعب جدا. واضح جدا ان الرؤيه ان الحدث انتهى ولكن له أثر إن أنا جيت للمدرس متأخر. إيه الحدث اللي بينتهي ويبقى له أثر علينا اللي هو المضارع التام؟ أدور على المضارع التام هنا. هل يا ترى have been فعلا ده مضارع تام؟ طيب have gone ده فعلا مضارع تام. الله ها will be out and had out دول بره. طب أنا أبص على الجملة بقى، أنا كنت ولا رحت ورجعت ولا إيه بالظبط؟ عايز أقول أنا كنت معلق في المرور. هنا فعل الكينونة اللي هو verb to be. verb to be وتصريف الثالث كلمة been، يبقى الإجابة عندي صح حرف الإيه وليس have gone. وتعلمت معلومة أنا وأنت صغيرة كده بتقول إن كلمة have been و have gone. have been ذهب وعاد و have gone ذهب ولم يعد. Yeah. question number 5. question number 5. question number 5 بيقول my sister her university degree in 2018. واضح الرؤية هنا إن في
جمله مفخخه معايا. My sister her university degree in 18. احنا اتعلمنا لو انتوا معلومه كده صغيره على الماشي ونكتبها في جنب. بيقول لك لما تلاقي ام بلس اي سنه في الماضي مثلا 2020 18 يبقى ده اسمه past simple ماضي بسيط. طيب لما تلاقي عندك ان سوري باي واي سنه في الماضي اعرف انك هناخد هنا ماضي تام. ماضي تام. طيب لو لقينا باي وسنه في المستقبل زي مثلا 2030 اعرف انك هتاخد مستقبل بسيط سوري مستقبل تام. فواضح الرؤيه عندنا هنا ان ماي سيستر هير يونيفرستي ديجري ان 2018 سنه 2018 يبقى خلاص زمن الجمله ماضي. Was getting ده ماضي مستمر مستحيل. Has got ده مضارع تام مستحيل. في عندنا had got ده ماضي تام ما ينفعش يركب معانا. اذا فالاجابه letter C اللي هي got وديت الماضي من كلمه get. طيب سؤال كمان. How long ago خلاص الرؤيه وضحت من قبل ما نحل السؤال او نكمل الجمله. How long ago 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 احنا قلنا ان ago ديت في اثناء الشرح انها من العلامات المميزه لزمن الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. How long ago you buy this cheese؟ انت شاري الجبنه دي من امتى؟ Smells bad. ريحتها مش كويسه. الله دي معناها ان انا هاخد ماضي بسيط. طب ما هي دي ماضي بسيط. هاز مش ماضي بسيط ما تنفعش. والمستقبل ما تنفعش. وهاد ماضي بسيط. طيب عايز اقول له انت من امتى جبتها؟ تملكتها؟ هل يتملك اللي هي يفعل ولا هاد؟ لا طبعا هناخد هاد لان ده الفعل هاف. وهاف ده فعل بمعنى يملك والماضي بتاعه هاد وهذه تبقى الاجابه الصحيحه. Question number 7. My cousin has lived abroad. My cousin has lived abroad. استخدم زمن المضارع التام صريح خلاص. His childhood. His childhood اللي هي ده noun. ايه اللي بيجي وراها noun؟ في عندنا ادوات كتير. اولا كلمه فور بيجي وراها المده الزمنيه يعني لازم يجي وراها عدد. عدد من السنين، عدد من الشهور، عدد من السنوات and so on. كلمة وايل بيجي وراها ثلاث قواعد ولسه شارحينهم. ماضي مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي مستمر، فعل في اي ان جي. اما كلمة وان فتعادلها وبتساويها. يبقى دي اوت الاثنين دول اوت. فاضل عندي كلمة فور والسنس. قلنا فور بيجي وراها عدد وبالتالي ما فيش هنا عدد ده جالي هنا الناون. يبقى انت يا سنس بيجي وراك ايه؟ قالت لي انا بيجي ورايا سنس بيجي ورايا لاست بكل مشتقاتها. زي ما كنا بقول سنس لاست ويك. سنس بمعنى منذ وياتي بعدها بدايه الحدث وبدايه الحدث اما ان تكون سنه من السنين اي سنه بس في الماضي سنس اي وراها ايه سنه من السنين او لست بكل مشتقاتها او كلمه اقلق. طب او يجي وراها ناون فعلا ماي تشايلد هود هنا ناون. اذا في الاجابه باختصار هي كلمه سنس. كويشن نمبر 8. There are always economic crises. في دائما بيكون في ازمات اقتصاديه pandemics. بانديمكس هنا ناون اللي هي الجائحة أثناء الجائحة. هل يا ترى وايل ولا آز ولا وين؟ أولا وايل بتساوي آز ما ينفعش ضربوا بعض. وكلمة وين مش هيجي وراها بانديمكس اللي هو الاسم لازم يجي وراها فعل في زمن الماضي. الوحيدة اللي بيجي وراها ناون هي كلمة ديورينج لأن ديورينج معروف إنها بيجي وراها الإيه؟ الناون. وبكده خلص السؤال رقم 8. ندخل على كويتشن نمبر 9. I will wait till my friend. أنا هفضل مستني هنا لحد ما صاحبي from Alexandria. هلاحظ إن أنا استخدمت هنا أداة ربط اسمها will. الجزء ده لازم يتشرح كويس قوي. I will wait till my friend come. Sorry, had returned ولا returned ولا has returned ولا was returned. أشرح المثال وأرجع تاني لده. أشرح الجزء ده ونرجع له تاني بإذن الله. نسمي الله كده ونشوف. في عندنا حاجة مهمة جدا هي أدوات الربط. حاجة مهمة جدا اسمها أدوات الربط. أدوات الربط زي مثلا عندي كلمة when. زي كلمة when. زي كلمة once. زي كلمة as soon as. كل ديت أدوات ربط. جمل مفخخة ومعروفة. لهم قواعد رئيسية وقواعد فرعية. القواعد الفرعية بتاعتنا مهمة جدا. قال لك إن الأدوات دي كلها بتعادل حالة F1. يا نهار أبيض. هي اف 1 بقى بتقول ايه؟ قال لك اف 1 بيجي وراها مضارع بسيط. مضارع بسيط. في الجمله الثانيه بنستخدم حاجه اسمها ويل والمصدر. الجزء ده ما كانش لازم يتشرح في الشرح، لازم كان يظهر في وسط الاسئله كده. مهم جدا وهتلاقيها مقسمه السبوره عندك بالشكل دوت. قال لك ان اف بيجي وراها مضارع بسيط نستخدم ويل والمصدر ودي سميناها اف 1 حاله اف الاولى. يجوز استبدال حالات اف كلها بادوات الرفض.
اي اداه ربط زي اف زي وين زي وانس زي اس ان اس زي افتر اند سو اون، ادوات ربط كتيره. اذا فاف يجوز استبدالها باي اداه ربط. طب هل في بديل للمضارع البسيط؟ قول له ايوه، بديل المضارع البسيط هو المضارع التام. اهلا وسهلا، مضارع تام يعني هافر هاز بلس بي بي، دي مهمه جدا. طب في بديل تاني؟ قال لك في بديل ضعيف قوي اسمه المضارع المستمر اللي هو ام از ار بلس فير بلس اي ان جي، مضارع مستمر ام از ار بلس فير بلس اي ان جي. طب البديل ده ضعيف جدا وقليل في استخدامه، لكن اقوى اثنين في الاستخدام هم المضارع البسيط والمضارع التام، وهنشوف المثال اللي معانا دلوقتي. طب ويل والمصدر، قول له استبدلها بقى بكل اشكال المستقبل منها الاتي. يعني ممكن اقول ويل والمصدر، او اقول going to plus infinitive اللي هو المصدر، ممكن اقول will be plus verb plus ing ده اسمه مستقبل مستمر، ممكن اقول will have plus pp اللي هو المستقبل التام، وممكن نقول فعل امر مثبت او فعل امر منفي. الملحوظه المهمه اللي انا خايف منها هنا ان كل واحد من دول بيجي قدامه الفاعل، بيجي اسم ضمير اي هي شي ات اي حي، هنا بيجي فاعل، هنا بيجي فاعل، طبعا جوينج تو المفروض وراها فيرب تو بي يعني ام از ار، هنا برضو بيجي وراها فاعل، لكن عند الفعل الامر المثبت المنفي مفيش فاعل، حط الامر المثبت او المنفي اوتوماتيكلي. ولو بصينا كويس قوي على المثال بقى هنا، تعال نشوف مثال بسيط كده ونطبق عليه الجزء دوت. بقول له واحد if you come early، لو انت بتيجي بدري، you will call me، هتتصل بي. هنا استخدمنا come ده مضارع بسيط، واستخدمنا كلمة call، will call ده فعل ايه؟ مستقبل بسيط، مستقبل بسيط. عايز اوصل معاكم المعلومة، احنا هنعمل بنفس العملة كده ماشي؟ انا قسمنا الجزء، حالات اف ممكن نشيلها ونحط اي اداة ربط تعجبك، يعني مثلا اف حط قدامها كلمة once، اهو اي اداة ربط حط قدامها after، مكانها after. طب come، قال لك come دي ممكن تتحول الى مضارع تام اللي هو مثلا ايه؟ have come او has come، الفعل هنا منه يو فخدها في come. طيب you if you have come early you will call me، طب ممكن اقول له you are going to call me، انت ناوي تتصل بي، استخدم برد going to. طيب لما اقول لك once you have come استخدمنا مضارع تام، وبعد كده نستخدم are going to اي شكل من الاشكال دي. طب ايه حكايه الامر المثبت او المنفي دي؟ مثلا مثلا ناخد اي اداه ربط ثانيه غير once ونقول بسم الله، ناخد مثلا after، نقول له after ها you have come او after you come. طبعا ما ينفعش اقول is coming لان come فعل من افعال اللحظيه التي لا تاتي في الاستمرار، عشان كده قلت لكم المضارع المستمر استخدامه قليل قوي. after you have come call me، اتصل بي، استخدم هنا فعل ايه؟ امر، وممكن اعمله امر منفي واقول ايه؟ don't call me. طيب نرجع للمثال بتاعنا، كان المثال رقم 9. I will wait. I will wait. أنا هستنى. Till my father, till my friend from Alexandria. هفضل مستني لحد ما صاحبي يجي لي من اسكندرية. طيب. لو بصينا في الجملة دي كويس هنلاقي أداة الربط هنا اسمها إيه؟ till أو until. يا مستر ده till وانتل بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، قلت لك أي أداة ربط بيجي معاها مضارع بسيط عاملها معاملة حالة إف الأولى، بيجي وراها مضارع بسيط will والمصدر أو مضارع تام ثم will والمصدر. هنبص في الجملة كويس. استخدم كلمة تيل وانتيل وحط قدامها ويل والمصدر، أنا لسه بقول لك إن أي أداة ربط بيجي معاها ويل والمصدر حط وراها بقى مضارع بسيط أو مضارع تام. أبص على الجملة، دور على المضارع البسيط. has turned returned has returned was returning، مفيش خالص، مفيش مضارع بسيط. طب دور على المضارع التام، had returned ده ماضي تام، returned ده ماضي بسيط، ها was returning ده ماضي مستمر، وطبعا ما ينفعش استخدامه اصلا في الاستمرار، فبالتالي هنفترض كلمه has returned، has returned دي زمانها مضارع تام وهي دي الاجابه الصحيحه. طيب نسمي الله ونقول نخلي بالنا من الاتي. السؤال رقم 10، في جمله جميله قوي قوي عجباني، علي lost caught fish، اخر مره اصطاد علي فيها سمك كانت امتى؟ نبص على الجمله كويس،
The last time, last هنا من العبارات الماضي البسيط وحط وراها كلمة caught. يبقى ده ماضي ايه؟ ماضي بسيط. The last time علي caught fish, اخر مرة علي اصطاد فيها سمك, when he was, برضو ماضي بسيط in Alexandria. ده معناها ايه؟ معناها ان علي didn't catch fish since he was in Alex. علي ما اصطادش سمك منذ ان كان في اسكندرية. تبدأ المعنى صح, بس انا عندي مشكلة ان دي اسمها since. since المفروض يجي قبلها مضارع تام. هو حط لي ماضي بسيط وبعدين ماضي بسيط. لا ده حط لي ماضي بسيط منفي وبعدين ماضي بسيط. قل له اكس ما تنفعش معايا. طب بص على المثال الثاني. علي didn't catch fish, علي ما اصطادش سمك عندما كان في اسكندريه. الجمله دي معنى صح وجرامر صح, لكن لا تتفق مع معنى الجمله الاصلي. ده في الجمله الاصليه بيقول لك ان علي كان اخر مره اصطاد سمك فيها لما كان في اسكندريه. انت جاي تقول لي ان علي ما اصطادش سمك لما كان في اسكندريه, اذا فالمعنى غلط. نخش على letter C. علي hasn't caught fish. علي ما اصطادش سمك. since he was in Alex منذ أن كان في اسكندرية. ده معناه إن هو لما كان في اسكندرية آخر مرة اصطاد وهو ما اصطادش من يومها. واستخدم كلمة since في النص وقبلها فعلا طلع مضارع تام. وبعدها was ماضي بسيط. أعتقد إن الجملة كده هي اللي صح. بغض النظر عن إن إحنا هنبص على اللي بعدها. حتى اللي بعدها كان بيقول لك علي has been catching, عمال بيصطاد سمك منذ ان رجع من اسكندريه. ده معناه انه لم يتوقف. لا طبعا المعنى برضه غلط. العشرة مكرر. While for the school bus I met one of my friends. عايز اقول اثناء انتظار اتوبيس المدرسه انا قابلت واحد من اصحابي القدامى. طيب هي while هنا ما حطش هنا لا اي ولا هي ولا شيت ولا اي فاعل. ادمت ما حطليش فاعل, يبقى على طول نحط فيرب بلس اي ان جي, يعني الانفينيتيف زائد الاي ان جي. بينج ويتد ما ينفعش. اي ام ويتنج ما ينفعش. ووز ويتنج ماضي مستمر ما ينفعش. يبقى وايل ويتنج, ايوه هي دي بقى. يبقى وايل بيجي وراها فعل في اي ان جي في حاله عدم وجود الفاعل. فعلا انا ما عنديش الفاعل, يبقى استخدمنا القاعده ديت. وايل فعل في اي ان جي في حاله عدم وجود الفاعل, ما عنديش فاعل. هل هنا حط اي ولا هي ولا شي ولا ات ولا ذي ولا ايه؟ ما فيش خالص حاجه منه. طيب my uncle as a taxi driver 14 years. ركز في السؤال ده كويس. عمي اشتغل سواق تاكسي لمده 10 سنين وراح عامل لي ستوب هنا. Now ودلوقتي he is a worker in a big clothes shop او clothes factory. دلوقتي شغال شغلانه ثانيه في محل ملابس. السؤال يجي لك هنا يقول لك هو عمك ده لسه شغال سواق في نفس المصنع ولا اشتغل شغلانه ثانيه؟ حدث بدا في الماضي وانتهى في الماضي. ايه هو الحدث اللي بيبدا في الماضي وينتهي في الماضي؟ طبعا الماضي البسيط. نبص على الماضي البسيط ونطلعه. عمي كان شغال سواق تاكسي لمده 10 سنين, ده معناها ان الشغل ده انتهى. يبقى بدا وانتهى في الماضي. ايه الحدث اللي بيبتدي وينتهي في الماضي؟ قال لك الماضي البسيط. هل يا ترى worked was working has worked works. worked مضارع بسيط out. has worked مضارع تام out. was working ماضي مستمر out. but now we have worked. worked هنا ده الماضي من كلمة worked, دي زمانها past simple اللي هو زمن الماضي البسيط. طيب نشوف آخر مثال number 12. I haven't seen well space the last time we met in the village. هنا the last time ده noun. أنا عندي قاعدة بتقول وحاجة غريبة قوي. كلمة since last بتساوي for the last. طب ما احنا ممكن ناخدها على القاعدة دي. قول لي بس اصبر, النقط دي لازم يجي وراها مدة. يعني مثلا ايه؟ since last week for the last week, since last month for the last month. لكن لو بصينا هنا I haven't seen well, هاخد since بقى ولا for the last time. the last time هنا ده noun. noun او نعتبرها مثلا adverb. while the last time no, when the last time no. فاضل عندي for و since. for بيجي وراها مده زمنيه, دي مش مده اتكلمنا فيها خلاص. اذا في الاجابه عندي كلمه since. نقلب على question number 12 13. yes question number 13. جميله بقى القاعده دي, مهمه قوي. I'd rather you a chocolate cake for my birthday. I prefer vanilla. والله انا كنت بفضل لك انك انت تاكل او تعمل كيكه بالشوكولاته, لكن انا افضل لك الفانيليا احسن. لكن انا بفضل الفانيليا. في مشكله صغيره في القاعده ديت ولازم احنا نشرحها. نسمي الله كده ونقول حاجه مهمه قوي.
في معلومتين مهمين جدا جدا اسمهم قاعدة رادر وقاعدة ويش. نقول كده مع بعض ونسمي الله ونقول لو انت استخدمت كلمة رادر قال لك رادر لوحدها رادر او ود رادر رادر او ود رادر بيجي وراها حاجة اسمها الانفينيتيف اللي هو المصدر ماشي. والمثال I'd rather I'd rather معناها أنا أفضل I'd rather go أنا أفضل أن أذهب. استخدمنا rather وراها الانفينيتيف. طيب لما بحط rather دي بقى وغير فيها نمطها شوية قال لك rather أو would rather rather أو would rather إذا تبعت بفاعل الفاعل ممكن يكون اسم أو ضمير وليكن مثلا حط you I'd rather he, I'd rather you, I'd rather she, I'd rather أحمد حط أي إيه فاعل I'd rather you بيجي وراها على طول هنا يا جماعة ماضي بسيط والماضي البسيط ممكن يكون مثبت أو منفي ماضي بسيط مثبت أو منفي ودي مهمة جدا. طيب هل ممكن أغير الماضي البسيط ده لماضي تام؟ احذروا بالله عليكم قل له عناية الاثنين تتغير لماضي تام بشرط إنك تحط بقى ورا هنا كده أي دلالة على الماضي البسيط أي دلالة على الماضي البسيط. لا مش فاهم واحدة واحدة علي شوف المثال كده معي لما بقول لك I'd rather you أفضل لك I'd rather you أنا بتحطيت you أو he أو she أو it أو أي فاعل I'd rather you went الله استخدمت هنا إيه زمن الماضي البسيط رحت حطت الستوب وقفت دي معناها كنت أفضل لك أن تذهب I'd rather you went. طب انت بتقول لي يجوز استخدام الماضي البسيط ده واحوله من ماضي بسيط لماضي تام قول له ايوه كل حاجه وارده كل شيء واجب كل شيء موجود نسمي اللي ونفهمها هكتب نفس المثال اللي هو الاحمر ده I'd rather you ركز ركز بقى معايا هنا مش هقول went هقول had gone ازاي استخدمت ماضي تام قول له عشان انا هزود بعدها حاجه كده ما خدتش بالك انت منها اللي هي ايه اللي هي مثلا last week last week ديت اسمها دلالة على زمن الماضي اذا فكلمة rather واضحة جدا اهو rather او would rather بيجي وراها الانفينيتيف I'd rather go حطيت وراها المصدر. طب rather would rather جبت وراها فاعل في اللحظة دي هيجي وراها past simple اللي هو الماضي البسيط. طب rather would rather جبت وراها ماضي تام امتى جبت وراها ماضي تام امتى قول له اذا ذكر ما يدل على زمن الماضي في نهايه الجمله. ارجوكم يا اولادنا خلي بالكم من النقط ديت هي ديت بين السطور لا هي حفظ ولا حاجه هي عايزه بس واحد يكون فاهم انت ماشي ازاي وشغال ازاي. طيب ندخل على كويشن نمبر 13 معانا كده I'd rather you افضل لك طبعا هو حط لي هنا الفاعل خلاص اللي هو يو I'd rather you I'd rather you لما قلت لكم حط الفاعل you او اي فاعل ايا كان لازم يجي وراها ماضي بسيط مثبت او ماضي بسيط منفي. لو لقيت not to make ده مضارع ما تنفعش لان hadn't been made صنع ده ماضي تام صدق ينفع الماضي التام ده بس لو لقينا دلاله في نهايه الجمله زي yesterday زي in the past زي اي حاجه تدل على زمن الماضي ده ما تنفعش. طب didn't make don't make ما تنفعش اذا فالاجابه عندي didn't make دي زمانها ماضي بسيط. يس Question number 14 My friend arrived Cairo Airport a moment ago. الله ده استخدم arrived ده ماضي بسيط وفعلا حط لي كلمة ago من علامات الماضي البسيط حد كده كل شمعة منورة. My friend arrived at the airport a moment ago. Let's mean that ده معناها انه ايه؟ يا جماعة arrived a moment ago ديت بتقول لك حاجة لسه واصل حالا يبقى ده مضارع تام ممكن تمشي. هيقول لك ايه؟ has just arrived ولا just has arrived ولا hasn't arrived ولا will arrive will arrive مش هتعرف طبعا ازاي ده لسه واصل حالا يعني تدل على قرب الحدث. ايه اللي بيدل على قرب الحدث؟ قال لك has arrived او just arrived sorry just arrived. طب انا هقول has just arrived ولا just has arrived؟ قال لك ان موقع كلمه just فين؟ ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث كلمه just وكلمه already وكلمه never موقعهم ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. يعني I have just eaten fish I have already eaten fish. I have never eaten fish. الثلاث كلمات بيجوا ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. إذا فإجابتي صحيحة هتبقى حرف الـ A. طب ليه ما خدتش hasn't arrived؟ لا زي ده هو بيقول لك وصل في المطار من شوية أو من دقيقة. فأنت تقول لي ما وصلش. لا ما تنفعش.
خلاص المستقبل ما ينفعش. طب دي ما تنفعش ليه؟ لانك انت حطيت جاست لازم تكون ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث، يبقى دي برضه اكس. الاسئله جميله وكل نقطه فيها مفتاحها، وان شاء الله رب العالمين ربنا ييسر لكم امركم. نمبر 15 I used to play football. اعتدت ان العب كره القدم. When I was young لما كنت صغير. استنى use the two يوراها play يوراها المصدر، يبقى العدد وقفت ما عادش بعملها. وحط لنا الفيرب بلاي. الفيرب بلاي ده يعني فيرب اساسي ماشي. When I was young لما كنت صغير. But now I now I didn't ما تنفعش. Wasn't ما تنفعش، الاثنين ماضي. ها I am not تصدق دي مضارع ودي مضارع، بس بقى ابص على ايه؟ ابص على الفيرب. لو لقيت فيرب اساسي عندي فعل اساسي يبقى لازم اعدل do does did sorry do does. فانا في do don't يبقى now I don't. طب ليه ما خدتش am not؟ ما هي دي مضارع برضه. قلنا لازم يكون هنا فيرب to be. I used it to be a footballer مثلا. طيب question number 16. She spaced dinner when she returned home, so she had time to receive us warmly. ركز يا حبيبي، الجملة بتقول لك إيه؟ هي كانت بتعمل العشاء لما وصلنا أو ما بتعملش. ها، so لذلك كان عندها وقت تستقبلنا بحرارة. إيه ده؟ يبقى ما بتعملش حاجة، واحدة تستقبلنا يعني أكيد ما بتعملش حاجة. طيب، الجملة هيبقى زمنها إيه؟ هو قال لك هنا ريتيرن ماضي بسيط. يبقى لازم هنا يا ماضي بسيط يا ماضي مستمر. طب she wasn't dinner ماضي بسيط، هي ما كانتش عشاء، المعنى غلط مع ان الماضي البسيط هنا. طيب she isn't making هي مش بتعمل دلوقتي، قول له ازاي returned مع isn't ده مضارع مستمر ما تنفعش. طيب في عندي hasn't made وكلمه wasn't made، برضو الاجابه ديت خطا. wasn't made عايز اقول هي ما عملتش العشاء لما رجعنا، لذلك هي رحبت بينا، يبقى اقرب الاجابات hasn't made. لكن انا افضل الاجابه هنا تكون اقوى اللي هي wasn't making. wasn't making طبعا هو مديني فور انسرز لاربع اختيارات، وانا طبعا يحرجني ليه؟ لا لا ده اشتغل على كده. hasn't made ما كانتش عملت العشاء عشان كده رحبت بينا، وفعلا المضارع التام بتسند على ماضي بسيط، فديت اقرب الاجابات. وفي اقرب افضل الاجابات اللي هي wasn't making ما كانتش بتعمل العشاء عشان كده كان عندها وقت انها رحب بينا. طيب نشوف كده يا حلوين question number 17. حلو قوي، نشوف يا حلوين question number 17. اوكي يلا يا حلوين question number 17. اوكي I haven't met the new manager, it's the first time to meet him. انا ما قابلتش المدير ده قبل كده، دي اول مره هقابله. طيب في زمايلنا قالوا ايه؟ I haven't met the new manager yet، انا لسه ما قابلتوش او انا لم اقابله. فعلا كلامك صح يا جماعه، دي جمله تكون منتهيه ما يجيش فيها العباره دي. لكن لما يقول لي دي اول مره هقابله يبقى انا لسه ما قابلتش قبل كده، وده جاينا كحرف جر او كجمله تحمل معنى انا لم اقابل المدير من قبل. يا مستر دي كلمه بفور من علامات الماضي التام، وانت بتقول لي هنا مضارع تام. لا ده هنا يا جماعه ما جتش كقاعده، جت كحرف جر او كظرف مكان. سوري ظرف، ظرف تدل على حرف جر يشير الى ظرف. I haven't met the new manager before، انا لم اقابله من قبل. ليش عرفك ان انت ما قابلتش قبل كده؟ قال لك it's the first time to meet him، معناه ان انا اول مره هقابله. طب انا لو استخدمت كلمه yet، ما هي فعلا yet بتاتي في الجمله المنفيه، هتقول كده I haven't met the manager yet، اروح واقف ولغي الجمله دي خالص ما تبقاش معاهم. تمام؟ كده اخد كلمه yet. لكن لما احط لي الجمله الثانيه بقول لك دي هتبقى اول مره اقابله خلاص او هقابله، يبقى ده ما قابلتوش قبل كده ودي اول مره هقابله فيه. جميل، ندخل على معلومة تانية ونشوف شبابنا الحلوين وهم داخلين على question 18. while سؤال مكرر للأسف، سؤال مكرر للأسف، واللي يغلط فيه يستاهل كل اللي يجراله. بسم الله ونقول مكرر ازاي؟ while ما جاش وراها فاعل، مفيش فاعل، مفيش فاعل، وأنا اتعلمت طالما مفيش فاعل يبقى نحط فعل فيه ing اللي هو الفيربنج اللي عندنا. طب while being waited ولا waiting اللي هي ورا هي for the school bus I meet one of my old friends. قلنا being waited ما تنفعش، ها I'm waiting مضارع مستمر، was waiting ماضي مستمر. طبعا هناخد كلمة waiting. طب انت كنت تاخد was waiting ديت، قال لك لو حطيت قدامها هنا فاعل مثلا زي are. while I was waiting كانت تنفع دي لما يكون في هنا فاعل. طب ما فيش فاعل ناخد فعل في ing في حالة عدم وجود الفاعل. طيب my uncle is a taxi driver for 10 years now he works in a clothes shop.
يعتبر برضو مكررة عندنا. طب نعدي كم السؤال مكرر دول بسرعة ونشوف الأسئلة المباشرة بتاعتنا. Where am I? Yes. Go on. Yes. Question number 27. سؤال برضو بسيط وإن شاء الله نبقى احنا تمام فيه ونحاول نشوف إيه حله بالذات. سمي الله. I used to play football. لسه قايلين شوية من شوية يا جماعة إن play ده فعل أساسي. ولما الفعل الأساسي على طول ما أقولش I am not أقول إيه don't عشان قال لي now I don't. لسه قايلينها من شوية. Used to لما بيجي وراه فعل أساسي بنستخدم verb to do بعد الجملة الثانية اللي فيها كلمة but now. She's best dinner. She's best dinner. أهي يا جماعة طلعت الإجابة الصح اللي كنا بندور عليها. She wasn't making. طبعا دي ما كانتش موجودة في الإيه في المثال اللي فات. wasn't making ده ماضي مستمر. عايز اقول هي ما كانتش بتعمل العشاء لما رجعنا. ما كانتش بتعمل، ما كانتش مشغوله. لان لو كانت مشغوله كنا احنا قطعناها. طب مش عارفك ان انت ما قطعتهاش. قال لك she had time to receive us. كان عندها وقت انها ترحب بينا بهدوء. space I was driving my car. عايز اقول اثناء ما كنت بسوق عربيتي. I saw a terrible accident. شفت حادثه مروعه. because of the thick fog بسبب الشبوره الضخمه early in the morning. during ما تنفعش لـ during ما تنفعش. لازم يجي وراها noun. just as اللي بتساوي while. before معنى قبل ما تنفعش. on بيجي وراها verb plus ing ما تنفعش. اذا فما عادش عندي غير كلمة ايه؟ just now. طب just now هنا بتساوي as بتساوي while. يبقى هذه الإجابة الصحيحة. question number 30 وده مهم قوي. which of the following is structurally correct؟ أي من التالي تركيبه صحيح؟ Have you already traveled to Aswan by ship? Already. Already لما بتيجي في السؤال لازم يكون في جملة بعدها تعجبية. يبقى دي ما تنفعش. من غير ما نقرأ الباقي بقى. Have you ever traveled to Aswan by ship? هل سبق لك أن سافرت إلى أسوان بالسفينة؟ والله فكرة كويسة. لأن استخدم كلمة ever في صيغة السؤال وبتعبر هنا عن الخبرة. ماشي. الجملة الثالثة. I haven't already traveled to Aswan by ship. طبعا already ازاي تيجي في جملة منفية؟ ما تنفعش. طيب I haven't traveled to Aswan by ship already. طبعا already هنا ما تنفعش برضو. المفروض تبقى before عشان تحمل المعنى. اذا في الاجابة ببساطة خالص هي letter B. Have you ever traveled to Aswan by ship? وقلت لكم ان انا عندي ثلاث اسئلة في الجزء ده او في زمن المضارع التام ده. ايه هم الثلاث اسئلة؟ قال لك رقم واحد كلمة يت تأتي في الجملة المنفية وجملة السؤال. وبنقفل بها الدور. تاني الكلمة التانية هي كلمة already تأتي في صيغة السؤال بشرط وجود حاجة بتدل على الدهشة التعجب. النوع الثالث من أنواع الأسئلة وهو وجود كلمة ever التي تستخدم في صيغة السؤال وتعبر عن الخبرة. طيب question number 31. While Samir was doing his homework. وسمير كان بيعمل الهومورك بتاعه. his sister أخته بقى إيه؟ كانت بتعمل حاجة قطعته بيها ولا كانت بتعمل حاجة ما قطعتهوش؟ too loud music. so ولذلك he wasn't able to concentrate. هالجملة دي تحمل معنيين اتنين. اقول هي كانت بتسمع موسيقى. ماشي؟ لذلك هو ما كانش قادر يركز. الحدث اللي هو كان بيعمله المذاكرة بتاعته قلت. او الحدث اللي هو كان بيعمله خلاص باظ ما ينفعش. يبقى حدث تم قطعه بحدث اخر يبقى انا عايز ماضي بسيط. هل ياخد was listening؟ يقول لا مش هتنفع. اخد is listening مضارع مستمر. had listened ما تنفعش. ما عادش عندي غير كلمه listened ديت الماضي البسيط. وانا اخترت الماضي البسيط هنا لاسباب كتيره. لان بيقول لك سمير وهو كان بيعمل الواجب بتاعه اخته كانت بتسمع موسيقى عاليه. ويا سلام ما عامل كام ايه؟ ما قالش اي موسيقى ده قال لك loud music. طيب don't worry your car. لا تقلق على سيارتك. تعال نشوف بس السؤال ده من الظهور الاول. نعمل اوميشن الاول وبعد كده نشوف السؤال. question 32. don't worry your car. لا تقلق السياره بتاعتك. had already been repaired. was already repaired. had already repaired. was او has already been repaired.
طبعا لو قلنا بصينا للجمله دي دونت وري بيستخدم مضارع وكانه بيكلمك دلوقتي، لا تقلق سيارتك الان تفحص. يور كار هاز اوريدي بين ريبيرد، بالفعل بتفحص، بس هنا استخدم هاد وده ماضي تام ما تنفعش. في الجمله الثانيه ووز اوريدي ريبيرنج، ده معناها ان هي اللي بتفحص وطبعا ما ينفعش. ندخل على هاز اوريدي ريبيرد، مضارع تام معلوم يبقى هي اللي بتفحص، ما عادش عندي غير ليزر دي. هاز اوريدي بين ريبيرد، استخدم هنا مضارع تام في صيغه المجهول لانه بدا بالمفعول اللي هو كار، ومن كار مفرد خدت هاز، وبعد كده كلمه بن والتصريف الثالث، اذا فالعباره دي صحيحه. طيب كويشن نمبر 23 المفروض 32 ما علينا. وات سبيس وين يور فادر هوم، عايز اقول انت كنت بتعمل ايه لما باباك جه البيت. طبعا هنا واضح جدا ان انا هستخدم هنا ماضي مستمر، انت كنت بتعمل ايه، عندما ابوك جه ده ماضي بسيط يبقى ده فيها استمرار فالفير بلس اي ان جي، وده ماضي ايه بسيط. دور على الماضي المستمر، وات ديد يو دو، ماذا فعلت عندما جاء ابي، هذا ماضي بسيط ما تنفعش. وات ويل يو بي دوينج برضه ما تنفعش. احنا قلنا يا جماعه هناخد هنا وات وير يو دوينج، انت كنت بتعمل ايه، هذا فعلا وات وير يو دوينج. والجمله الثانيه زمانها ماضي بسيط فعلا ريتيرند، هي دي الجمله الصحيحه. وات هاف يو دان، وحط الجمله الثانيه هاد ريتيرند ما تنفعش. 24 وير از سمير، اين سمير، هي سبيس تو ذا نيبرهود او نيبرينج سوبر ماركت، سمير راح للسوبر ماركت المجاور. واحد بيسال بيقول لك هو فين سمير؟ وير سمير؟ هتقول لي هي تو ذا نيبرينج سوبر ماركت، راح السوبر ماركت المجاور. هل ده معناه انه راح ورجع ولا لسه ما رجعش؟ انا بسال على سمير بقول لكم فين سمير؟ ده معناه ان سمير لسه ما جاش. حته بقى لسه ما جاش دي معناها ايه؟ هل يا ترى هاز بن ولا هاز جون ولا هاز هاد بن ولا ووز جون؟ انا عارف عندي معلومه ان كلمه هاز بن فيها اتنين اي، دي معناها انه ذهب وعاد، وسيلتين مواصلات، توك توك رايح توك توك جاي، خلاص يبقى ذهب وعاد. طيب هاز بن، هاد بن ما تنفعش عشان دي ماضي. طب ووز جان ما تنفعش، في مشكله عندي في هاز جان دي، قول له جان فيها ايه، واحده، دي معناها ان وسيله مواصلات واحده ذهب ولم يعد. انا بسال على سمير بقول لكم سمير فين، ده معناها ان انا مش شايفه، ده معناها ان سمير راح ولسه ما رجعش، يبقى ناخد هاز بن ولا هاز جان. اجابه صحيحه ناخد هاز جان، لأن ده معناها انه ذهب ولم يعد. question number 25 I miss my uncle so much، عمي وحشني قوي. I space him since he to New York، عايز اقول انا ما شفتوش منذ ان سافر الى نيويورك. طبعا هنا في سنس يبقى عايز قبلها مضارع تام، مضارع تام يعني هاف وهاز والتصريف الثاني، وعايز بعدها ماضي بسيط اللي هو تصريف ثاني باضافه دي او اي دي او اي دي. ادور بقى انا ما شفتوش منذ ان سافر، hadn't دي ماضي تام اكس عليك، haven't seen وtraveling احط الاي ان جي دي كانت تبقى صح لو كانت دي ماضي اكس عليك برضه. تعالوا هنا بقى، طيب haven't seen وtravel اهلا وسهلا بيك، لان haven't seen ده مضارع تام انا ما شفتش، since traveled ده ماضي بسيط. طب didn't see ما خدناش، ليه؟ قول له ده ماضي بسيط منفي اتس اوت. ها ندخل على question number 26 question number 26 first اولا all the preparations for the party، اولا انا جهزت كل حاجه للحفله. then I started inviting my friends، ثم بدات في دعوه اصدقائي. لاحظوا ان في ترتيب اولويات، المفروض ان انا كنت اقول ماضي تام وبعدين ماضي بسيط، لكن في عندي اولا انا عملت التعديلات او جهزت الحفله، بعد كده started inviting my friends بدات في دعوه اصدقائي. هات فينيشد ولا هاف فينيشد ولا فينيش ولا ايه بالظبط؟ طيب ستارتد هنا زمانها ماضي بسيط. فيرست اولا اي هاف فينيشد، انا خلصت كل التعديلات، طب ليه ما خدتش هاف فينيشد وفينيشد؟ قلنا هاف فينيشد ديت معناها انك انت الحدث ده خلص وله اثر، الزينه متركبه وكل حاجه شغاله تمام، فخدنا وراه ماضي بسيط. طيب the government space a lot of villages recently، خلاص خلصت. ريسنتلي هي المفتاح بتاعي، ريسنتلي علامات المضارع الايه؟ التام، ابص على المضارع التام واتاكد كده. ها الحكومه هاز مودرنايزد ولا هاد مودرنايزد، حدثت يعني ولا ووز مودرنايزنج ولا ووز مودرنايزد؟ طبعا الاجابه ببساطه ها هاز مودرنايزد، الحكومه حدثت.
واستخدمنا المضارع تام لوجود كلمة recently اللي معايا دي. 28 what space at 7 p.m. yesterday. ايوه كده بقى ادينا زمن كويس. yesterday لوحدها ماضي بسيط يا جماعة يعني did. طب حط معاها كمان timing يبقى ماضي ايه؟ ماضي ايه؟ ماضي مستمر. احنا قلنا yesterday لوحدها ماضي بسيط. yesterday at 7 at 5 حط two timing خلاص يبقى احنا كده غيرنا المود. يبقى what were you doing هي دي طبعا الاجابه باختصار. What were you doing at 7 yesterday؟ كنت بتعمل ايه امبارح الساعه 7؟ استخدم ماضي مستمر بصيغه السؤال. 29 the terrible a terrible accident place in Cairo on Cairo Alexandria desert road. حادثه كبيره حصلت في طريق اسكندريه القاهره الصحراوي. هل يا ترى was taken اخذت او حدثت حدثت has taken has been taken had taken. ها an accident has taken place. was taken ما تنفعش لان حط كلمه take place كحادثه وقعت او حدثت ما ينفعش اقول حدثت لازم اعملها في صيغه المعلوم. has taken هي دي الاجابه فعلا حدثت الحادثه حصلت فعلا لكن اثرها لسه موجود. طيب has been taken حدثت برضو بس ما ينفعش. had taken ضمانها ده ماضي تام ما ينفعش خالص معايا الا اذا سند على ماضي بسيط يبقى الاجابه has taken. اخر سؤال لنا النهارده ان شاء الله رب العالمين. you needn't make food انت مش محتاج انك تعمل اكل. I a good meal already انا عملت لك اكله كويسه بالفعل. was cooking ماضي مستمر انا كنت بعمل لك طبعا لا. had cooked ماضي تام مستحيل لان ما فيش ماضي بسيط تسند عليه. طيب was cooked ده معناها انا طهيت ما ينفعش اقول انا طبخت يبقى ده باظت برضو لكن لما اقول في الجمله الاخيره I have cooked انا طبخت لك الاكله الكويسه وهي ديت الاجابه الصحيحه. كده احنا عملنا تطبيق شامل على ليسن 1 و 2 و 3 و 4 يونت 1 وبكده يونت 1 كجرامر انتهت تماما. المطلوب منك عزيزي الطالب ان شاء الله رب العالمين انك تبتدي تجهز نفسك للاختبار اللي هنبتدي نشتغل عليه على يونت 1. احنا مجهز لكم فقره كبيره جدا مع منصه ذا توب ان احنا هنشتغل على حاجه اسمها اختبارات دوريه. في اختبار هيتعمل ان شاء الله رب العالمين على يونت 1 وكل يونت هيتعمل عليها اختبار بعد كده على يونت 1 يونت 2 اختبار يعني كل وحده اختبار وكل وحدتين مع بعض باختبار اختبار ربع المنهج وبعد كده ان شاء الله رب العالمين اختبار على نص المنهج واخيرا اختبارات كتيره جدا على المنهج. المناهج والاختبارات بتاعتنا كلها جاهزه ان شاء الله رب العالمين. واحده واحده كده هنبتدي ننظم لكم جدول نزول المحاضرات اول باول وان شاء الله رب العالمين مش هنسيبكم الا ما يكون المنهج بتاعنا كله خلصان. و to be the top follow the top